بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي إلى قناة ليندا ياسمين للطبخ. نتمنى تكونوا كامل بخير وصحة جيدة إن شاء الله. الوصفه تاع اليوم راح تكون وصفه اقتصاديه كالعاده، بما انه المشتركات والمشتركين تاعي طلبوا بزاف وصفات اقتصاديه. اليوم كذلك راح نديروا وصفه اقتصاديه بالبطاطا والبسباس، جواز بطاطا وبسباس، يعني وصفه ما فيهاش اللحم ما فيهاش الدجاج، بصح تجي بزاف هايله وبزاف بنينه. عندي هنا كما قلت لكم بطاطا وبسباس، راني نقيتهم وشللتهم مليح. نحتاج لهذا الوصفه حبه بصل تكون مسكرفجه ولا قطعوها رقيق كما حبيتو، حبه طماطيش ثاني مسكرفجه، عندي شويه حميصه، التوابل اللي هما عندي هنا مغرف كبير تاع هكري ماشي معمر مليح، شويه فلفل كحل، راس الحانوت والملح. عندي هنا نص مغرف تاع طماطيش مصبره والزيت. دوك نبداو على بركة الله في تحضير الوصفة. دوك في طنجرة رايحة ندير حوالي ربع حتى الخمس مغارف تاع الزيت، بما انه ما عندناش الدجاج ما فيش لحم ثاني، ندير شوية الزيت زيادة هكذاك ربع حتى الخمس مغارف. ندير البصل يتقل هو الاول. بسم الله. هكذا نخلي البصل يتقلى شوية. بسم الله. دوك بيد ما البصل راه يتقلى، أنا رايحة نقطع البطاطا، نوري لكم كيفاش راح نقطع البطاطا هكذا بالطول. حبيتو تقطعوها ثاني صغيرة كيما حبيتو، يعني الشكل بالشكل ذاك كيما نقطعو البطاطا نقطعو البسباس هكذا بالطول. هكذا نقسمو الحبة كي تكون صغيرة على أربعة، ولا كي تكون كبيرة نقطعوها هكذا على ثلاثة. البسباس ثاني هكذا نقطعو هكذا الحبة على أربعة هكذا، باش هكذا كيشد روحو ما يذوبلناش في المرقة. نعرفو البسباس يطيب بالخف يعني ما فيهش الروح. هكذا نقسمو الحبة على أربعة وكي تقلى لي مليح البصل راح نضيف طماطيش. هكذا زيد نخليه يتقلى شويه هكذا، تقلى الطماطيش مع البصل. دوك رايحة ندير التوابل، شوية فلفل كحل وشوية راس الحانوت مع شوية كري وطماطيش مصبرة نص مغرف يكفي، جواز عادي يعني كيما نطيبو جواز بطاطا ولا شطيحة بطاطا. جواز يجي بنين يجي هايل. ما لا على ما لا هكذا نديرو وصفات اقتصادية لتساعدنا كامل هكذا. دوك رايحة ندير البطاطا. بسم الله. كل وحده دير الكميه اللي تكفي العائله تاعها. نخلي البطاطا تقلى هكذا شويه مع التوابل، نزيد لها طبعا البسباس من فوق.
هكذا ضروري نقطعوا البسباس هكذا شويه قشير باش هكذاك ما يطيبش بالخف، يطيب سوا مع البطاطا هكذا. نخلوه كان هكذا من فوق، نخلو البطاطا من تحت هي اللي تبطى شويه في الطياب، ونخلو البسباس هكذا من فوق. هكذا دوك رايح كان من المرق، طبعا دايما الماء سخون كيما عودتكم. هكذا المرق حتى تغطى كامل الخضرة، راح ندير الحار والحميصة نخليها حتى يدخلها طياب، حتى يدخل طياب البطاطا من بعد نديرها، خاطرش الحميصة تاعي راهي طيبة ما تحملش بزاف طياب. هكذا في نص طياب تاع البطاطا راح نضيف الحميصة. خاطرش زي ما قلت لكم الحميصة تاعي راهي طيبة مليح. هكذا ونخليها تطيب. فوق هنا كيما راكم تشوفوا الجواز تاعنا خلاص راهو طاب، شوفوا لاصوص تاعو كيفاش راهي ما شاء الله. لازم هكذا نخلو فيه شويه تاع لاصوص. دوك رايح نزيد له شويه تاع فلفل كحل، تعرفوني نحب بزاف هذا الخطوه مع الاخر. نزيد له شويه تاع معدنوس، دوك نطفي عليه من بعد نعاود نولي لكم باش تشوفوا الوصفه في طبق تقديم ان شاء الله. الجواز تاعنا راهو حاضر امامكم كما راكم تشوفوا، وصفه اقتصاديه بدون لحوم، يعني يجي جواز في منتهى الروعه وجاب بزاف بنين. خلوا البطاطا حتى نطيب باش تطلق لكم هكذاك المرقه تجي خثره وتجي بنينه، والبسباس كما راكم تشوفوا راهو طاب زبده ما شاء الله. والبطاطا ثاني خليتها حتى طابت مليح، عطتني واحد المرقه بزاف هايله كيما راكم تشوفوا هاي ليك، يعني وجبه ولا اروع ووصفه اقتصاديه كيما يحبوا كامل المشتركات تاوعي. يقولوا لي بزاف ديري لنا وصفات اقتصاديه مع الغلا اللي رانا فيه، والله هذا واش يوالم. نتمنى انه هذا الوصفه تاع اليوم عجبتكم، ما تنسونيش بلي جام لا فيديو ابوني للقناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي، والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر من فيديوهات ليندا ياسمين للطبخ.